وفي نشرة أخبار سابقة، أكدت سعادة الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم الأستاذة نوال الخاطر أن المدارس المعلنة في خطة الإخلاء أكملت عمرها الافتراضي بعد التقارير التي تم رصدها. يمكن مثل ما ذكرت ما يتعلق بالعام الدراسي المقبل الحال يختلف قليلا، لأن احنا من سنوات طويلة يتم متابعة المباني والمنشآت التعليمية ويتم استلام تقارير عن هاي المباني، منها ان احنا نحتاج ان تكون لها صيانة إنشائية، صيانة دورية، او احيانا اخلاء لهذه المباني. فمثلا كأمثلة يمكن حديثة مرت علينا يمكن الجميع تذكرها، عندنا مثلا بعض المدارس اللي انتهى عمرها الافتراضي وكان لابد من اخلائها. نتيجة تقادم هذه المدارس تم التعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبالاستعانة أيضا بشركات متخصصة تم دراسة وضع هذه المدارس المتقادمة، خصوصا نحن نعرف أن نحن البحرين تحتفل السنة بمئوية التعليم، فالكثير من المدارس بدأت تتقادم كأبنية. فهذه الشركة أعطتنا عدد من المدارس اللي كان لابد من إخلاء بعض مبانيها أو جميع مبانيها.